للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من الرباط مراسلة الغد كرام الأزرق. كرام، ما جديد الأرقام وحصيلة الإصابات لديك حتى اللحظة؟ نعم، لحد اللحظة لا تزال الإحصاءات ما زالت هي كما كانت عليه هذا اليوم، 735 حالة و 47 وفاة. الحدث الأبرز لهذا اليوم هو شفاء 15 حالة. هذا الرقم بعث في نفوس المواطنين نوع من الارتياح والتفاؤل. في هذه الأثناء يقام لقاء صحفي في وزارة الصحة، سيعلن عن آخر الإحصائيات وآخر المؤشرات أو المؤشرات الجديدة، باعتبار أن يوم الجمعة هو يوم الرابع عشر من الحجر الصحي. حاليا أتواجد في مدينة الرباط في منطقة حي التقدم، وهي معروفة منطقة شعبية. حاليا هناك إجراءات أمنية، هناك إجراءات مراقبة، هناك نقط المراقبة في المداخل والمخارج، حرصا على التزام المواطنين بالحجر الصحي. طيب. نعم، بالنسبه ونتابع من خلفك كرام هذا الحضور. نعم. والتواجد لعناصر الامن والشرطه، كيف بالامكان تقييم مدى التزام المواطنين بهذه الاجراءات الاحترازيه التي مضت الحكومه الى تنفيذها، وهل من مؤشرات على ربما اللجوء الى مزيد من الاجراءات المشدده؟ طبعا كما هو ملاحظ ان المواطنين ملتزمين بالحجر الصحي، وهو ما نراه بعد الساعه السادسه، حيث تكون الشوارع تقريبا شبه خاويه، تكون حركه السير بطيئه جدا، ومع ذلك تكون هناك مراقبه مستمره لرجال الامن في كل النقاط كما قلت، في الشوارع وحتى في الازقه. في هذه الاثناء تقوم ايضا السلطات بحملات مستمره وتفقدية خصوصا في الأحياء الشعبية، ودائما تحث المواطنين على الحجر الصحي، وما لاحظناه أن هناك التزام بهذا الحجر الصحي والاستماع إلى تعليمات الحكومة. نعم، شكرا على كل هذه المعطيات من الرباط مراسلة الغد كرام الأزرق.